هشام عباس هو شغال عشو. النجم الكبير هشام عباس اللي بصوته بجد قدر ينقل المسلسل لحالة جميلة. السلام عليكم. أنا طبعا يشرفني أكون موجود النهارده في يوم عظيم زي ده، وأنا سعيد جدا 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 إن احنا بنكرم دكتور يحيى، لأن أنا بحبه من أيام ما أنا كنت في الجامعة بصراحة، ويمكن أصغر كمان من شوية. بس الحلو كمان إنه لما أيمن باجت قمر بعت لي التتر بتاع حمادة عزو، أنا اتخضيت، لأنه أنا رحت مكلمه وقلت له يا أيمن يعني أنا ده يوم هغني تتر ليك يبقى في انجغة انجغة، وأنا أقول انجغة انجغة كالبوزة، وأنا معقولة أنت إزاي تعمل كده فيا؟ ليه؟ قال لي أنت مش فاهم يا شاب، أنت مش فاهم، هو الدور معمول حلو جدا ودكتور يحيى عامل حاجة جامدة. قلت له خلاص أنا هغني الموضوع. بس فعلا لما غنينا الموضوع واتعمل، أنا أشكرك يا دكتور يحيى على اختيارك ليا، وأنا كمان خدت جوائز بالتتر ده علشان يعني نلني من الحب والتكريم جانب بسبب دكتور يحيى. فأنا بحييك وتحية كبيرة، بحيي دكتور يحيى تحية كبيرة جدا جدا جدا. وتيجوا نسمع بغنية الجرة. ربك عزه.